السلام عليكم أعزائي الطلبة، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية يا رب. كيف ما كتشوفوا اليوم حسب اقتراحكم غادي نتكلموا على البيزنس كوميونيكيشن، وبصراحة فيديو مهم بزاف لكم، واخا ما يكونش عندكم هذا الدرس لأن ماشي دائما غادي تقراو، ضروري غادي يجي واحد اليوم اللي غادي تبداو فيه البحث عن عمل. أولا سواء قلنا كفر لتر أو قلنا لتر أوف أبليكيشن فراه عندهم نفس المعنى. الآن أجي نشوفوا بعد شنو كنعنيو بالكفر لتر، واحد الديفينيشن اللي يكون خفيف ظريف. Cover letter is a type of business letter. It explains why you want a job. A cover letter should complement your CV. The main purpose of personalized cover letter is to persuade the reader to read your CV and consider you for the vacant position. يعني هذا الكفر letter نوع من أنواع المراسلات التي تكون في نطاق الأعمال، ومن خلالها كنفسروا علاش بغينا ذاك العمل. والكفر letter كتكون مكملة للسي في، يعني ضروري خص يكون معها السي في ديالكم، والغرض الاساسي منها اصلا هو نقنعوا المشغل باش يقرا السي في ديالنا وياخذوا بعين الاعتبار للمنصب اللي هو شاغر، المنصب اللي هو خاوي في الشركه اللي حنا دفعنا ليه. الان غادي ننتقلوا للكومبوننت، يعني المكونات او العناصر ديال هذا الكفر ليتر. كل كفر ليتر خاص يكون فيها اولا المعلومات اللي من خلالها غادي يمكن يتمكن المشغل باش يتواصل مع الابليكانت، سواء عبر البريد العادي ولا الهاتف ولا حتى الايميل، هادشي كلهم خاصنا نكونوا مدخلينهم فيه. ثانيا خاص يكون فيها العنوان ديال الشركه والاسم ديالها وحتى اسم المشغل والمنصب ديال الشخص اللي حنا صيفطنا ليه هذا الكوفر ليتر. دابا انا غير كنبسط لكم، راه في الاخير غادي نشوفوا تمرين ونشوفوا تطبيقات، عوض هادشي دابا اللي هو مجرد نظري، حنا دابا كنشوفوا هادشي غير نظري ماشي تطبيقي. بطبيعه الحال غادي تشوفوا كيفاش خاص يكون بالضبط بالضبط. بالنسبة للكفر ليتر عنده واحد الستراكتشر اللي خاص ضروري خاصنا اننا نحترمه. اولا كنبداو ب كيف ما في سميتو كيف ما في الاساي، كنبداو بمقدمة وموراها واحد العرض وكنختموها، يعني كنبداو بالانترودكشن موراها الباري وفي الاخير الكونكلودين باراجراف. كل جزء من هادو عنده واحد الخصائص وخصنا نحترمهم، شنو نكتبوا فيهم وشنو واحد المسائل اللي خاص تدار فيهم كلها بلاصه شنو نهضروا فيها بالضبط. في المقدمة الابليكانت خاصو يذكر زوج الحوايج صافي، شنو هو البوزيشن دي ابلاين فور، والثانيا فين سمع ولا قرا على هذا العرض ديال العمل، مثلا سمع في الراديو ولا قرا في النيوز بيبر ولا شي موقع مثلا بحال الموقع انابيك. نشوفوا مثال ديال المقدمة شنو خاصنا نكتبوا. مثلا I am writing in response to your advertisement for the position of، انا تنكتب لكم كجوابا على الاشهار اللي انتم درتوه وكنحدد فين درتوه المنصب ديال كذا وكذا، ياك. ونقدر مثلا نكتب I'd like to apply for the position of، ولا مثلا مثال اخر with reference to advertisement in. هذا امثله على المقدمه اللي ممكن نديروها. انا غادي ننتقلوا للعرض شنو خصنا نديروا فيه، وبطبيعه الحال راه غادي نخدموا في الاخير، غادي نخدموا واحد الامتحان سابق ونشوفوا كيفاش خاصها تكون بالضبط في التطبيقات. بالنسبه للعرض الابليكانت كيشرح علاش هو الشخص المناسب لذاك المنصب وكيدعم كلامه بذكر اش من مهارات عنده او تجارب. كمثال بسيط نقوله مثلا I am currently a teacher at Ahmad Primary School where I have 2 years of experience teaching English to 40 students. الثالث جزء اللي هو الخاتمة. في الخاتمة خاص الابليكانت يخلي واحد الانطباع جيد عند المشغل، مثلا يقول I look forward hearing from you. اجي دابا هاد الشيء اللي قلنا نجمعه مع بعض. اول شيء كنبداو به هو التحية، الا ما كناش عارفين اسم المشغل كنكتبو دير سير مارم. من بعد كنكتبوا المقدمه اللي فيها كنحددوا اش من بوست ولا بوزيشن بغينا ندفعوا ليها. من بعد كيجي الباري اللي فيه كنهضروا على المهارات اللي عندنا والتجارب. من بعد كتجي الكونكلودينغ باراجراف اللي كنخليو فيها واحد الانطباع جيد على المشغل باش نحفزوه انه يجاوبنا ويتواصل معنا ويعيط لنا واحد الانترفيو، وكذلك باش يقرا حتى السي في ديالنا. من بعد كيف ما بدينا بالتحيه كنهيو الرساله بالتحيه، وبغيتكم هنا الله يرضي عليكم ما تغلطوش في هذه الجزئيه البسيطه. إذا ما كناش عارفين اسم المشغل تنكتبو your faithfully، ما تنكتبوش your sincerely. من بعد كيجي الإمضاء والاسم، بما أننا كنا كاتبين غير إيميل راه الإمضاء ما غاديش يكون، فقط الاسم. وردوا البال كذلك من بعد التحية في الأول وفي الأخير راه تنديرو واحد الفاصلة، هذيك الفاصلة راه ضروري تكون.
دابا غادي ننتقلوا لواحد التمرين. بالنسبه للتطبيقات وبالنسبه ليوم الامتحان، اذا كان عندكم ان شاء الله هذا النوع ديال هذا الدرس هذا، فراح يكون مطلوب منكم غالبا انكم اما تكتبوها من الاول للاخير، يا اما تعطيوها لكم كتكون مخربقه وكيطلبوا منكم انكم ترتبوها، يا اما تعطيوها لكم تتكون مكتوبه بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك انفورمال، وتعاود طلبوا منكم انكم تعاودوا تكتبوها وتصحوا داكشي اللي فيها. كيف ما في هذا المثال هذا، راه مكتوب بواحد الطريقه اللي جد سيئه، سيئه بزاف بزاف بزاف، وراه كاين اللي تكتب اكثر من هادشي، وهذا هو السبب علاش راه للاسف كما قلت لكم، راه الفيديو راه سواء كان عندكم ولا ما عندكمش راه غادي ينفعكم، راه واحد النهار غادي تبغوا تبحثوا على عمل تبغوا تبحثوا على عمل. بطبيعه الحال راه المشغل ملي غادي يشوف حالات الاخطاء، مثلا اخطاء املائيه ولا من غيرها الاخطاء، راه ما غاديش يعيط لكم، ما غاديش يعيط لذاك الشخص اللي يدير هذه الاخطاء هذه سواء في السي في ديالو ولا في الكفر ليتر. الآن ندوز المرحلة ديال الكتابة، النموذج الحقيقي. أولا كنبداو من أقصى اليمين من الفوق، كنبداو كنديرو المعلومات ديالنا، أولا عنوان ديال المنزل ديالنا، من بعده رقم الهاتف والإيميل ديالنا، وتحت منه مباشرة نديرو التاريخ، والتاريخ خاصو يكون مكتوب كامل ماشي مختصر بهذه الطريقة هذه. في اليسار كنديروا المعلومات اللي هي خاصة بالشركة وبالمشغل والاسم ديالهم، مهم أي حاجة عندها علاقة بالشركة اللي احنا صيفطنا لها. كنبداو اولا تنديرو اسم ديال المشغل اللي كنا عارفينه كنبداو به، هو الاول كنديروه، موراها تحت منه مباشرة تنديرو شنو هو المنصب ديالو في الشركة، واش مدير ولا غير ديال الغوكيتمو ولا شنو. موراها تحت منها تنديرو اسم الشركة، وموراها العنوان ديال الشركة. نعاودو، اولا تنديرو الاسم ديال الشركة ديال المشغل عفوا، شنو هو الخدمة ديالو، اسم الشركة والعنوان ديال الشركة، هادشي الفوق سالينا منه. دابا ندوزو للمرحلة الثانية اللي هي الكتابة. أول حاجة تنبداو بها هي واحد التحية، كنبداو بالتحية هي الأولى تنبداو بها دائما. والتحية ملي تكتبوها فصيلة ما تنساوهاش، راه فصيلة راه كتنقص النقاط، كتنقص النقاط ما تستهنوش بها. وكيف ما شفتو إلا كنا عارفين الاسم ديال الشخص اللي حنا تنديرو راه تنكتبوه، ما كناش عارفين الاسم ديالو راه تنديرو سير ولا مارم، كنديرو فرقوا بيناتهم بسلاش وفي الاخير فاصله. من بعد كندوزو كنكتبو شنو هو الخدمه اللي حنا اللي كنطلبو، وشنو هو الريفرنس اللي لقيناه، راه تيكون مع دائما مع سميتو هذا اعلان تاع الشغل، تيكون هاد الريفرنس. مورا هاد الشيء تنبداو باول باراجراف. في اول باراجراف كيف ما قلنا تنكتبو الاسباب علاش كنكتبو هاد الرساله، علاش تنكتبوها. موراها تندوزو للباراغراف الثانية اللي فيها كنكتبو علاش حنا كنظنو باللي هاد المنصب راه مناسب لينا حنايا، علاش انا هو الشخص المناسب لهاد العمل، علاش. كنحاول نقنع المشغل عن طريق المهارات اللي عندي، وكذلك كان عندي شي تجارب كنزيدهم كنكتبهم حتى هما. ممكن نزيد باراغراف الثالثة اللي كنعطي فيها اسباب اخرى باش نزيد نقنعو ونحفزو بلي انا هو الشخص المناسب لهذا البوست بالضبط. موراها كيف ما بدينا في الاول، بدينا بواحد التحية، التحية هاي هنا اللي هنا اللي الفوق، هاد التحية كيف ما بدينا، كذلك كنساليو بواحد كلوزين ستيتمنت اللي فيها كنحفزو المشغل انه يتصل بينا ويتواصل معنا، وكذلك نشيروا ان رحنا كنا دايرين السي في، راه تنقولوا له رحنا غتلقاو السي في راه كاين مع هاد الكوفر ليتر. في الاخر كنختموا، الا ما كنا الا كنا عارفين الاسم، كيف ما قلت لك كنا عارفين الاسم وذكرنا الاسم كنديروا سينسيرلي، ما كناش عارفين ما تنكتبوهاش، ردوا البال الله يرضي عليكم في هذه المساله. من بعد كندوزوا الامضاء اللي كنا كاتبين باليد ديالنا، راه تنكتب ديروا الامضاء ديالنا، ما كناش دايرينها، راه كنا مصيفطينها غير في ايميل، راه كنكتفيو فقط بذكر الاسم ديالنا والاسم كيكون كامل.